صفر. البنت راحت في عز شبابها، الله يرحمها برحمته. ربنا يعلم، احنا كنا بنعتبرها اختنا الكبيره والله. والله يا امينه، انا لحد دلوقتي مش مصدقه ان صفيه ماتت. ربنا صعبان عليا حليم، يعني حالته صعبه قوي، يصعب على الكافر. معذور يا ابتسام، دي اخته ما عندوش غيرها في الدنيا. انا عيني كمان اللي صعبان عليا الواد يوسف، يعني ما لحقش يشبع منهم. يا حبيبي يا يوسف، بقى يتيم الاب والام خلاص. ربنا يقدرني ويديني طولة العمر لغاية ما يشد حيل ويبقى راجل يا رب. ربنا يديكي طولة العمر يا عمته. بقية حياتك يا حليم. البقاء لله يا حليم. البقاء لله يا حليم. العمر الطويل لك يا ابني. يا بنتي اطمني على جوزك. حاضر يا عمتي. يا حبيبي عشان خاطري ما تعملش كده في نفسك. طب لو مش عشان خاطري انا، حتى عشان خاطر ابنك اللي مالوش غيرك. بقول لك ايه؟ أنا العفريت الزرق دلوقتي بيتنططوا قدام عينيا. لكن لو اكتشفت إن أمك هي اللي ورا موت صفية أختي ورحمة أمي ما هرحمها. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ وهي ماما يعني مالها ومال موت المرحومة صفية؟ هما بيقولوا إنهم بيحققوا معاها في التهمة دي. مين دول اللي بيقولوا؟ الأستاذ سامح دياب المحامي بتاع صفية قال لي إنهم بيحققوا مع أمك في تهمة حرق السجن. وهي أمي هتحرق السجن ليه؟ أنا ماليش فيه. أنا بس مستني التحقيقات دي هتقول إيه. لكن اقسم بالله لو ثبت ان امك هي اللي ورا الحريق لاكون رايح السجن ضربها رصاصتين في دماغها يجيبوا اجلها. اهدى اهدى كده بس واستهدى بالله. بس من فضلك يا ريت ما تنساش ان الست اللي انت عمال تتكلم عليها وتتوعد لها دي تبقى امي. امك ولا مش امك؟ انت نسيت انها عدوتي من زمان وحاولت تقتلني قبل كده ولا ايه؟ خلاصه القول لو اتاكدت ان كيداهم هي اللي عملت كده هتبقى دي نهايتها. الا قولي لي يا بت يا فتحيه، الاسم الكريستال انت ولا صفيح ولا ازاز؟ هم سموك يا اختي الاسم ده ليه؟ كان جدك بيشتغل في الازاز؟ يوه ايجاز اشترك يا معلمه، ازاز ايه بس؟ ما تحترمي نفسك يا مشطان ولا عفريت لما يبقى ياخدك. الملف الصعد يا بت، ما تنسيش ان بتتكلمي مع المعلمه كده. محسوبتك بتشتغل في الشغل النظيف الراقي بتاع الناس الهاف لايف اللي الفلوس عندهم ما بتتعدش في الالماز. يعني الماز شلطة قطة انت والالماز اللي في الدنيا كله. انا لو عارفه انك بتشتغلي في المدعو ده ما كانش لساني جه على لسانك اساسا. يا لأم غوري في داهيه، تصدقي ان انا هطلب المأمور عشان خاطر ينقلك من السجن من هنا تروح اي سجن تاني في داهيه؟ ليه؟ لو انت فاكره هتمتص حكم جامد ولا ايه؟ هي دي قضيه؟ ده انت لولاش موضوع المخدرات كنت خدت حكم خفيف خالص. لما انت حركه كده وفيتك، امال ايه اللي مقعدك في المخروب السجن لغايه دلوقتي؟ نايمه على البورش ولا قصدي على السرير؟ لا انا قضيتي غير قضيتك. انا كنت يعني ببيع الازاز على انه الماس داخل فيه اللي بيسموه قضيه نصب وتزوير. انت متاكده يا بنت ان كلامك مظبوط بالنسبه للموضوع ده؟ يوه وانا هسرح بيكي ليه بس يا معلمه؟ اذا كنت متاكده بالكلام ده انا من نجمه هكلم المحامين واسالهم في الموضوع ده ومن غير تصبح على خير. وبوم بوم لهوي بوم يا خرابي رابي، ايه يا الدلعادي؟ هو انا كنت جايباكوا عشان تجيبوا لي حبل عشماوي لغايه عندي وهتجيبوا كمان على حسابكوا عشان يشنوني؟ يا مدام كيدام احنا ما قصرناش مع حضرتك في حاجه، وبعدين القضيه بتاعت حضرتك عقوبتها لا اعدام ولا مؤبد، ده يا دوب 15 سنه بس. خرام متخمس في خلقتي يوم 15 يوم؟ ده 15 سنه سنه تفتح سنه. اوديهم فين دول؟ ما اودي ولادي فين؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا مت؟ يا مدام كيداهم ارجوكي اهدي شويه، مش كده؟ احنا ان شاء الله هنطلعك من القضايا دي كلها براءه. قاعده ايه ونيلت ايه وبراءه ايه؟ ما انت شايف زميلك بيقول ايه؟ ما برضه حضرتك يا مدام كيداهم لازم تساعدينا. حلوه دي، اساعدك اعمل لك ايه؟
البس روب المحاماه واقف اترافع عنكم. امال انا جايباكم ان شاء الله بربطة المعلم كده بتهببوا ايه؟ احنا ما نقصدش كده، احنا بنقول ما تزوديش القضايا بتاعتك وتولع لنا في السجن. كان لازم اعمل كده، ما هو يا قاتل يا مقتول، وكان لازم اهرب بدل ما اخد له حق وانا مجنبه. انت ليه بس حضرتك بتفرض البلاء بوقوعه؟ يا ست لما لا قدر الله تاخدي حق يبقى اعملي اللي انت عايزه تعمليه. يا سلام، وانا كنت لسه استنى اما اخد حق، وبعدين البوليس ما عرفش ياخد مني لا حق ولا باطل، والعيال السواقين ما اعترفوش ولا فتحوا بقهم. بس انت ادينا فرصتنا واحنا ان شاء الله هنوعدك بالبراءه. بس ورحمه امي لو ما خدت البراءه لاجي اخلص عليك واحد ورا التاني في قلب بيته، واروح بنفسي لعشماوي اقول له خد رقبتي وارزع له زغروطه اقول له انا راضيه كده.